عودة وكل تما وهاجر. هذو ثلاثة ديال الشابات من أكثر من 30 متطوع ومتطوعة كينتميو لهيئة أفريقيا المغرب، اختاروا عن طواعية العمل الجمعوي في جبال الحوز وبالضبط في جماعات ويرقان وإغيل وأجوكاك، هذو اللي بطبيعة الحال تابع الإقليم الحوز. هذا الإقليم هذا اللي عرف في سبتمبر 2023 أقوى زلزال ضرب المغرب وخلف الآلاف ديال الضحايا والآلاف ديال المصابين، إضافة إلى خسائر كبيرة على مستوى المنازل والطرقات. وهذا اللي جعل هاد الشابات وهادو وغيرهم أنهم يختاروا العمل إلى جانب الساكنة المحلية، العمل ماشي فقط نهار أو شهر بل 9 أشهر بالتمام والكمال. 4 أشهر اللي مرت لحد الساعة على تطوع هاد الشابات، يعني 4 أشهر من الظروف القاسية اللي مازال المنطقة كتعرفها نتيجة كيف ما قلنا من الزلزال القوي اللي ضرب المنطقة. ورغم ذلك ورغم الآلام كاين أمال مع هاد النماذج المشرقة واللي كتشرف المغرب. نبقاو مع هاد النماذج المشرقة من بنات بلادي. اوكي، حنا حاليا كنتواجدوا في جماعه ويرقان في الفالي ديال الازادن وبالضبط في دوار ايت حرب. مجال التطوع الصراحه هو اون باراليل مع داكشي اللي كنت كندير ديما، فهو انا اصلا قريت العمل الاجتماعي فكنعرف مزيان السوسيال كيفاش خاصو يكون، تبعت بالمبادئ ديال السوسيال. هذه ماشي اول تجربه ليا للتطوع مع منظمه، وانما عندي تجارب سابقه مع جمعيات كجمعيه 100 امهات، الامهات العزيبه، جمعيه حسنونه للمتعاطي المخدرات الى اخره الى اخره. لكن كور افريكا كاكسبسيونيل، علاش كور افريكا؟ كتخليك كتعيش واحد التجربه جديده بزاف مختلفه على داكشي اللي كنتي كتعيش، غير لو فيت انك تنتقل من لوربان لغوغال، فهذا بحد ذاته صعيب بزاف. والكونسيبت ديال كور افريكا علاش مختلف؟ لانك انت كنتي كتعيش مع واحد المجتمع او لواحد لا كومينوتي، كتعيش معهم في نفس الوضعيه في نفس لا سيتوياسيون في نفس الظروف، كتولي واحد منهم. دونك انت بالالزام عليك تولي كتحس بهم، كتعرف شنو باغين. المقاربه اللي كتخدم بها كور افريكا هي مقاربه تشاركيه، كنخدموا مع الناس وماشي كنخدموا للناس. المغرب هو اول بلد اشتغلت فيه كور افريكا، هيئه افريقيا، الان متجهه مجموعه من الدول الافريقيه كسنغال، اثيوبيا، رواندا الى اخره الى اخره. البروغرام الكونسيبت ديال كور افريكا شنو هو؟ كور افريكا واحد البروغرام ديال 9 اشهر، كتجمع واحد الشباب كدير لهم واحد لا فورماسيون ديال شهر اللي كيتعرفوا بها على شنو هو السوسيال، كيفاش يدخلوا لواحد لا كومينوتي، كيفاش يخدموا معاها، كيفاش يخدموا مع الساكنه ديالها، كيفاش يكون الادماج ديالهم اولا لانتيغراسيون ديالهم في هذاك لا كومينوتي. من بعد كي كور افريكا في الـ في الـ في, الـ في العادي كانت كتخدم في 3 لي ريجيون، كان عندنا الحوز، كان عندنا ازيلان، وكان عندنا طاطا. مؤخرا فاش وقعت الازمه ديال الزلزال، كور افريكا اختارت انها فقط تخدم في الحوز. فالمتطوعين كيمشيو كل واحد كيشد دوار، كيكون الدوار ديالو كيكوت فيه لمده 9 اشهر. هاد 9 اشهر كيدير داكشي اللي كيعرف هو يدير في لا بروفيسيون. راه معنا ناس في الجيولوجيا، معنا دي زانجينيور، معنا دي ميكانيك، كل واحد من كما كنقولوا من فايل مختلف، من دراسه مختلفه، كيدير داكشي اللي كيعرف يديرو في الدوار. فبالنسبه ليا انا شنو الحوايج اللي كندير؟ بحكم انني انا اصلا هذا هو الدومين ديالي، كنحاول اول حاجه فاش جيت للدوار شنو هي، درت الاحصاء ديال السكان، لانه فاش كانت كتجي شي جمعيه ولا منظمه كتطلب لك اول شحال من تكانه كاينه، شحال من الاسره، شحال من فرد، شحال ديال الوليدات الصغار، شحال ديال العيالات، شكون اللي مريض الى اخر. فهذا بالضبط كان عمل صعيب بزاف. علاش؟ لانه الناس ما كيتجمعوش لك بالنهار، كنضطر انني نخدم في الليل، عاد كيكون الناس مجموعين كتدقي دار على دار، دونك كتبدا من ديك 7 د العشيه حتى 12 الليل. هذه اول حاجه فاش جيت صراحه درتها. صراحه كانت ايام جد صعبه. علاش؟ لاننا اصلا فاش خديت القرار، لانني كيف خديت الدبلوم ديالي خديت القرار ديال كور افريكا، ما خديتش القرار على اساس انه غيكون زلزال وانا غنمشي نعيش في خيمه ما كايناش طواليت، ما كاينش دوش، ما كاينش الماء، ابسط امور ما كايناش. فحنا في الفورماسيون باش اننا نمشيو للدوار ديالنا اللي غيمشي لنا اللي غيمشي هنا، حنا في اوكور الفورماسيون جا الزلزال، فكل شيء تبدل. ديك الساعه كنا عرفنا اننا غنمشيو للحوز. ما كانش انا بالنسبه لي مخطط انني واحد النهار غنمشي نعيش في خيمه ونعيش في دي كونديسيون اللي صعابين بزاف. فديك الفتره اللي كنا ضرب الزلزال وكنا مشينا لواحد الفتره لديورنا باش كتشوف المنظمه كيفاش دير التدخل ديالها وتصيفطنا، كنت كنفكر انني نحبس، لانه فعلا كنت كنقولوش انا قادره ان نعيش في هذاك الوضع الكارثي حاليا اللي كان وضع صعيب بزاف في الاول. واش انا قادره نتا واش غيكون عندي واحد الصبر واحد لا ريزيليونس انني تكون عندي نعيش في هاد الدوار بهاد لي كونديسيون؟ كنقول محال، وخصوصا
انني فمثلا فاش تقرر اننا غادي نجيو كنت مشيت لتونس سيمانه، وفاش رجعت الناس جاو الدواور ديالهم فاتوني بيومين، وديك الساعه فاش جيت للدار بقى كنعقل يلاه وصلت وكان خاصني نلتحق بالدوار ديالي، كنقول واقيلا غادي نكيد. جيت كنقول راه ما نقدرش، وهكا جامع حوايجي وفي الليل بقى كنعقل وفريمون بكيت، كنقول واقيلا نقول حيت فاش خصوصا اني كنسمع الديرات كيقولوا لي اللي مشاو قبل مني صحاباتي وداكشي كيقولوا لي هو ترى الوضع صعيب بزاف، راه كنموتوا بالبرد، راه الطواليت ما كايناش، ما لقيناش فين نمشيو حتى للطواليت، راه ما كاينش الضو، ما كاينش الريزو، راه الطريق صعيب، راه غير باش توصل من مراكش للدوار خاصك 3 سوايع. كنقول الله يا رب الله واش انا قادره نمشي. بقيت جالسه وصراحه ما كانش عندي دعم من المحيط ديالي انني اصلا ناخذ هذه التجربه، كيقول لك بحال كيقول لك المجتمع المغربي كنعرفوه، انت كنتي هنا وعتمشي هنا، بالنسبه لهم ان ما كياخذوش كتجربه، كياخذوك انت مكان كنتي عايشه هنا بامكانك تمشي تخدمي في المدينه، علاش هادشي تكرفتي في العروبيه. فهما انا ثقافه التطوع احبوها جدا، فقط كان عندي هذا المشكل، ولكن في الاخر جمعت حوايجي في الصباح وكنبكي ودرت صاكي وجيت. فجيت لقيت خيمه، دابا نكون غادي نوريها لك، ما لقيتش الطواليت وما لقيتش الماء، وكان الخيمه كان فيها فقط مع السبل البسيطه، كان الناس ديال الدوار الله يعمر لهم الدار ما بخلوش علينا مناط الى اخره كاع الوسائل، رغم انهم هما في ازمه وشحال من حاجه والروينه نايضه، ولكن مع ذلك كتشوف كلها كيقول لك واش مزيان بخير واش خاصك شي حاجه غير داك لفيت، فهمتي كتحس براسك شويه. فجيت ما لقيتش طواليت، اجي تخيل بنت وما تلقاش طواليت والليل وخيمه، كنت كنضطر انني كنمشي نقص السور ديال واحد المدرسه باش انني ندخل للطواليت لانه كتسد المدرسه في الليل، ما كاينش دوش، كنضطر انني نمشي واحد المسافه طويله باش كنطلع لواحد الشيت انني كندوش البوطه الى اخره. من بعد حاولنا نتاقلموا، كنت في الماكله ديالي كنحاول ندير ابسط البساطه سالاد ايتو باش انك ما تضطريش انك تستعملي بزاف الحوايج، لان الكونسيبت ديال الكره افريكا كل واحد والدوار ديالو، كل واحد خاصو يعيش مع الدوار ديالو، يدير داكشي اللي كيعرف يدير معاهم، يعاونهم، يقاد لهم في الاخر بروجي على حساب الاحتياجات ديالهم، مشروع اجتماعي، هذا هو الكونسيبت. يعني ما يمكنش تعيشوا كاملين في نوفمبر وحنا دابا في فيفري، يعني جينا في نوفمبر 4 شهور. من بعد دازت واحد شهرين ونص، شهرين انتقلت نعيش مع واحد الاسر ديال البرد بزاف، لانه الخيمه كان فيها واحد البرد قاسي جدا. انا والفونتير الاكشينج من السنغال، لان ضروري خاص تكون معها وحده من المغرب. كاين صعوبات اللغه، كاين الثقافه، المجتمعات مع العادات ديالهم، كاين بزاف د الحوايج. كاين صراحه انا حتى ما كانش عندي مشكل، فقط المشكل كان في صعوبه ديال المنطقه الجغرافيه. مثلا الا بغيتي تمشي لمراكش خاصك تفيق قبل 5 الصباح باش يلاه تلقى واحد الترونسبور يلاه يوصلك الاسنيه حتى ديك تسعود، لانك بغادي وهز في البلايص بشويه الطوموبيل ديال الربعه كتهز 20 وعاده يعني معروفه بحال الترونزيت. الترونزيت ولا كونغو، كونغو كتقدر تهز 15 واحد ماشي مشكل. وكان الصعوبه في الاكسيسيبيليتي الولوجيات، الا بغيتي تشي الطبيب شي حاجه صعيب بزاف. ففي من بعد فاش جا البرد بزاف قدينا قرار انا والسيد اللي كنخدم معنا في الدوار، انا الديور اللي مازال شويه شادين كيتجمعوا فيهم جوج عائلات ثلاثه، كذلك دخلنا مع هاد العائله شدينا اون شامبر الحمد لله، بديتي كتحس براسك شويه. لكن اغلب زعما لي زاكتيفيتي اللي درت فاش كنت باقا في الخيمه، ثاني حاجه درت حصه الاستماع مع النساء لان بحكم هذا هو الدومين ديالي، درت ديزاكتيفيتي دو سونسيبيليزاسيون مع الوليدات الصغار في البيزيك، مثلا في التحرش الجنسي للوليدات الصغار، في النظافه الشخصيه، الدعم المدرسي صراحه انا ما درتوش. درت كندير دي زاتولي دو سونسيبيليزاسيون، كنت مره كنهضروا على موضوع دي سوفت سكيلز، مثلا بريز دو بارول، لا جيستيون دو ستريس، كيفاش يتعامل بحال هكا، دوك المواضيع اللي هما اصلا هنا مفتقدينها بالنسبه لي انا. كنا كنخدموا في خيمه، مع فخيمه قبل ما كانوش حتى لك انت جيتي كانوا دوك ديال الخشب ما كانوش، لان المدرسه جد حتى من بعد صافي. من بعد وليت كندير لا كورديناسيون مع مجموعه من الجمعيات، منهم هاي اطلس فونديشن اللي كانت جابت دي دون هنايا، منهم واحد لاسوسياسيون اللي جات بنات واحد الاقسام بالخشب هنايا، كندير استقبال الناس اللي كيجيو هنا وكيبغيو يعرفوا الوضعيه، كنحاول نتحاور معاهم، كنعطيهم المشاكل اللي كاينين الى اخره. درنا كذلك كولابوراسيون مع واي بير اللي جابت الحاجيات النسائيه ديال النظافه الى اخره للبرد للنساء، فرقناهم عليهم.
در درنا كولابوراسيون مع اوكسفام اللي دابا هي كتبني في الحمام اللي شفتي دابا، ومازال جايين واحد اخرين. درنا كذلك واحد الاجتماع مؤخرا مع جمعيه اسرار، تحالف اسرار اللي باغا تخدم ان شاء الله على المنطقه اللي عاد دير فيها مثلا تكون فيها دي كارافان جوريديك، دي كارافان ميديكال، وحتى دي بيتي بروجي اباراتي كامل. فانت كفولونتير مسؤول دير بروجي ديالك، بروجي ديالك مع كور افريكا. البروجي كيختاروه الناس، كدير معاهم اجتماعات كتقول لهم نتوما شنو محتاجين. هاد البروجي خاصو يكون ديغابل، خاصو يكون كيعود بالنفع للسكن سواء ايكونوميك، خاصو يكون كيراعي بزاف الابعاد الاجتماعيه في المجتمع. فيمكنش تجيب واحد البروجي مطبق في واحد البلاصه وديروا ليهم هنايا هما ما باغينوش. فهما كيختاروا البروجي. مثلا انا في الدوار ديالي حاليا شنو قررنا حاليا علاش غنخدموا، قررنا نخدموا على الطرقه اللي بين الدور لانهم تهدموا بزاف، بين الزلزال ولا صعيبه على النساء اللي كيبغيو يديروا دي زاكتيفيتي كيخرجوا، البنات الصغار اللي كيبغيو يمشيو للمدرسه، الناس اللي كيبغيو يمشيو للجامع. فحنا يلا لقيتينا كنديروا لا بلانيفيكاسيون ديال هاد البروجي، درنا مع الساكنه وافقوا، فحنا كنقادوا في البروبوزال ديالنا. المتطوع في المبدا انه ما كيخسر حتى شي حاجه من جيبه، ولكن ما خاصوش يشيط. فكور افريكا كمنظمه كتوفر لك واحد السايبنت في الاخر ديال الشهر، واحد المبلغ اللي كيوفر لك الاحتياجات ديالك الحاليه في الدوار من اكل تعويض، ولكن ماشي خلصه فقط داكشي، ماشي سالا شنو كتحتاج تاكل، لبيتي تكري، الترونسبور ديالك فقط. يعني كيقدر انه البيزك ديالك انه يقضيهم ليك. بغيت نحس براسي درت شي حاجه اللي خرجت على الـ على الـ على الكادر ديالي، بغيت نعيش تجربه جديده. وصراحه الشيء اللي تعلمته هنايا ما كاش غنتعلمو بزاف في بلايص اخرين، لانه كتولي عندك واحد البعد في التفكير انك كتفاش كتبغي، لان واحد النهار غتولي صانع قرار حتى انت، كتولي عندك واحد البعد في التفكير. كتفاش كتبغي تاخذ واحد القرار ما كتاخذش بعين الاعتبار واحد الفئه معينه، لا كتاخذ بعين الاعتبار هذه الفئه اللي هنا، هذه الفئه اللي هنا، هذه الفئه اللي هنا، كاع لي كاتيجوري، لانك عشتي مع مجتمع مختلف. انا المجتمع الامازيغي عمري ما تحت لي فرصه نخدم معاه، وكانت حتى هو من لي باسيون ديالي، زعما من لي موتيفاسيون انني نجي نخدم معاهم. تعلمنا الحمد لله كنتعلموا لغه، تعلمنا الثقافه ديالهم، شفنا كيفاش تسير الازمات اللي هنا كيفاش كان صراحه، فاش كيكون ازمه كيفاش خاصك تتعامل، كيفاش خاصك تدبر الامور ديالك. انا كان كيحسب ليا ان الصراع بالقبائل ما بقاش، ولكن فاش جيت لقيتو مازال باقي. فمتى كيكون واحد جوج دوار مضاربين مثلا على الماء، وكتكون نيت يعني مضاربه ديال بصح، وكيكون دوار مع دوار كتحسب داك التكتل، هذه دوار وهذا دوار وهذا ديالنا وما يقربوش لينا. غير فات انا واحد الحاجه ما كنت عارفها في الاول، جاتني تري بيزار، ان مثلا واحد الدري من هاد الدوار، واحد الدوار غير هنا ما عندوش الحق يدخل هاد الدوار الا لتشاور مع الشاف ديال هاد الدوار عاد يدخل لهاد الدرجه، وكانت كتجيني فيزا. دابا ولات كتجيني عادي، لانه بحال شفت السيستم اللي كيفاش كيخدموا به، ما تخش للدوار ملي كتكوني زعزعه ممكن تبقى انت بدور مصلح اجتماعي. بيان سور، ولكن خاصك بيان سور، ولكن خاصك تاخذ بعين الاعتبار ما يحسوش بك انك باغي تبان عليهم واحد الصوره. انفو لا حسوا بك بتكون إن أنت كتحاول تكون في الميدياسيون، فهمتي؟ كهنا هنا حنا راه لي زاكتيفيتي اللي كنجمعوا فيهم جوج دواور، هذا هو الهدف ديالنا. بحال مثلا شتينا مدرسة جمعنا فيها جوج دواور، هذا كان هو الهدف ديالنا، أننا نحسوا بداك التعاون إلى آخره. فرنا راه كانوا بزاف المشاكل على هذا الشيء، راه غير لو فيت مثلا نعطيك هذه سكوب. كنا كنخدموا في واحد الدوارنا في ديك المدرسة، وأنا كنت جيت لان لي فولونتير تما مازال بلغدا، كنتي تقادينا واحد القصريه كتكتبوا من الدوار عادي وطلعناها. فهذا كان مشكل، علاش القصريه ديال الدوار تجي من هاد الدوار وتطلع لدوارنا لهاد الدرجه؟ المباد لا ما عندكم فهمتي، ولهاد الدرجه اللي كتشوفهم كيفاش كاين شي عادات شي تقاليد في الاول كان كيشوك فيه زغمي، دابا كتعوض عليهم. تجربه التطوع بالنسبه ليا هي فرصه بين انني براتيكي كاع داكشي اللي قريت في المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، انني نبين ان لي لوغيا ديال المعهد الوطني للعمل الاجتماعي قادرين يخدموا في بزاف ديال الاوساط، سواء الحضاري سواء القراوي، ومع بزاف ديال لي كومينوتي. طور الازمات في كلشي، لان صراحه لا فورماسيون اللي تلقينا تما ثقيله بزاف، ومع المستد العشيه كيسالي النهار الريزو كيتقطع قلال، ميساج ما كيبقاش يوصل ليك لانه ما عرفتش انه السباحه ولا داو دي ريكلاماسيون. فهذا من الاسباب اللي كتخليك كدير مثلا الجو الطبيعه زوين الى اخره، وكل واحد النهار كتمل. ولكن بديت كنشوف ان في الاول زعما كيفاش كنا كنواجهوا هادشي بحال الطريقه، دابا بدات كتنقص، دونك بحال بدينا كنولفوا.
بدينا كنعيشوا عيشة ساكنة. بدينا غير لفيت أني نطلع من ديك الطلعة، كنطلع كن دابا كنطلع بخير، كنقول راه بدينا كنلفوا البرد ولفناه، يعني انه فاش كيجيو مثلا شي ناس اخرين ديال كيقول لك كاين البرد كتقول لا ما كاينش البرد مقارنه اذا انت كتعرف راسك انك راه بديتي كتاقلم. التاقلم كره افريقيا كتعلمك التاقلم، الصبر بزاف. صراحه عمرني ما توقعت انني نقدر نتحمل نعيش في مثل هاد الظروف. انا فاش كنت كنمشي مع دارنا العطل مثلا في الباديه راه كنت كنقضي يومين وكنرجع عمرني، ولكن اكتشفت انني نقدر نديرها. فعرفت ان كره افريقيا واحد التجربه اللي رائعه جدا. هو مجال التطوع خاص يكون الانسان في باله انه ماشي خدمه، لانه كان معنا دي فولونتير وما قدروش عليها ومشاو، اللي كانوا معتبرينها كخدمه. مجال التطوع كديروا عن حب، لان الحاجه فاش كديرها بحب كتوصل لها، صدقني كتكمل فيها، كيكون شغف. انا بالنسبه لي التطوع كان شغف انني ناخذ هذه التجربه. التجربه ما سهلاش، ولكن التجربه كترجع منك واحد النسخه جديده من راسك، كتولي صلبه اكثر، كتتعامل مع المواقف بشكل قوي اكثر، كتتعامل مع جميع الاشكال ديال الناس، هاللي مربي، هاللي شويه دعصار، هاللي انسان مثلا نقولوا بين قوسين نصاب ديال الكوارث الطبيعيه، هال الانسان اللي باغي يدير الخير. كتولي كتميز، كتولي عندك واحد الصلابة نفسية كبيرة بزاف، أنا كيفاش كتقدر تيري حياتك، كتعلم أنك تعيش. مثلا إحنا الحمد لله حاليا هو الكونسيبت أصلا هو الأول للكرة أفريقيا أنك كتعيش مع عائلة. في الأول ما كانش عندنا، حتى انتقلنا دابا في هاد الدار، كتعيش مع عائلة، كتشوف كيفاش كتمر اليوم ديالها، عندها واحد الثقافة أخرى، كيفاش محافظين عليك الأسرة المعلمة، كيكون اختلاف بينها وبين المدينة. فهي تجربة صعبة ولكن رائعة جدا، كتربي فيك جميع المقومات أنك تكون فاعل في المجتمع المدني، فاعل في حياتك الشخصيه ابغى المجتمع المدني، في حياتك العمليه، لانك تربي فيك دي كومبيتونس اللي انت ما كتكونش متوقعهم من راسك. وهادشي اللي كنقولوا انا غتلقى كيقولوا 90% ديال الفولونتير ديال كره افريقيا. كيفاش دخلت انا الكره افريقيا؟ انا شو سيغ هو ماشي كيفاش انا غادي نخرج، لانني مثلا انا غير باش نقول لك نقدر نهز ساك ديال ما كاش كندير الجبال ولا شي حاجه ساك، وانت مغادا واحد المده باش ناخذ ترونسبور وفي الليل وداكشي، عمري ما توقعتها من راسي. دابا نقدر نديرها بشكل ايزي، وانا عارف هادي غنحطم بها بزاف ديال لي باغيير في حياتي من هنا لقدام. غتولي تقبل باي خدمه كيف كانت، تاخذ تحديات جديده، كتولي كتعرف ان العنصر البشري ما عندوش حدود، اللي عنده الفيليه ديال المجتمع ديال الجمعيات والعمل المدني راه عمره ما كيحبس. لان التطوع مش فقط كيكون في بروغرام، التطوع مثلا غير تكون مثلا واحد الوركشوب كتانيميها بشكل فابور مجاني، ولا مثلا كتكون واحد الناس محتاجين واحد السيستم في واحد الجمعيه وكتكون كتعاونهم في ديزاكتيفيتي، واخا كل مره غير في الويكاند. فانا بالنسبه لي نقدر نقول لك دابا اتس اناف وصافي وبزاف الى اخره، والله يجعل البركه. وكان مأكد راه عندي غير واحد الشهر وعن توحش هادشي اللي كندير. ما توحشتش داركم؟ توحشتهم، لكن كيفاش كتكون خرجتي وقريتي في مدينة أخرى؟ شكون اللي كتكون عنده صعيبة اللي جا من دارهم جا لهنا؟ أنا ديجا دارنا تفرقت عليهم فاش كنت كنقرا، دونك عندي داك لابيتود أنني كنمشي عندهم نشوفهم مرة في شهرين ولا مرة في ثلاث شهور، دونك سي بيان. غير هي فاش كتكون يمكن كتوحشهم أكثر، لأنه كيكون المسليات قليلة، التسلية اللي كاينين هنا قليلة، دونك ولكن تجربة رائعة كوليدات هنا الصغار. أنا بعدا كنت من النوع اللي ما كنقدرش نخدم مع الوليدات الصغار، هذه أول حاجة ما كنتش كنقدر نخدم، قديما كنخدم مع الشباب مع العيالات. دابا وليت أحب جدا العمل مع الأطفال. كنت ما كنهضرش باللغة الإنجليزية، كرة أفريقيا بالنسبة أن لا فورماسيون ديالها كاملة بالانجلي، كتحفزك أنك تعلم الإنجليزية، وهذا هذه نقطة قوية بزاف لأي مسار مهني باغي يديرو أي شاب. التقل ديال 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 المنظمه ديال كره افريقيا في المسار المهني ديالك ولا في الكارير ديالك كبير بزاف، لانه ماشي اي واحد كيديرها، راه 1% من سكان العالم اللي كيقدروا يديروا التطوع لمده طويله بزاف. التقل ديالها انك تكون عندك في السي في ديالك في الكارير ديالك، فهذا بحد ذاته انا احترم جميع المتطوعين هنا، لانهم ما دايرينش ما كيتخلصوش عليه، دي كونديسيون لي صعب بزاف، صبروا كيخدموا مع الناس، كيخدموا مع الوليدات بكل حب وتفاني. فانا احترم هذوك الناس، يستحقون ان يكونوا قاده غدا. وانت ايضا تستحقين كل الشكر وكل الاحترام. لا لا خديك، وشكرا بزاف، لانك انت من الصحفيين القلال اللي كيبغيو يسلطوا الضوء على مواد اللي مهمه بعيدا عن التفاهه. شكرا بزاف ليك، لانك كانت البادره منك نتايا.